اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من The Last of Us Part 2. هسه قبل لا نبدا الحلقه اتمنى تنسون اشتراك بقناتي اذا انتم مشتركين بالقناه. تمام، هسه كونتينيو. هسه اصدقائي نكمل، وصلنا اخر مره لهذا المكان اللي هو كورت هاوس. زين، هذا المكان اتوقع ما لقينا بيه شيء. هل ننزل من الحصان، ندور المكان منه بسرعة. نحتاج نوصل للجراج حتى شو اسمه ناخذ الجازولين. بصراحة ما اعرف اذا الموضوع يعني هنا لو لا، ما ادري الجراج وين موقع. هنا اكو خريطة. You are here. اها، زين موقع الجراج وين صاير بالضبط؟ Hear that? I hear it. Infected. From the courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for him. ما رجعنا هنا بالكورتهاوس. لا ماكو شيء هنا. هاي معناته منا الطريق منا انا. الطريق منا لحظة، اكو صعود منا. خشوف شنو اكو فوق. نلقى مواد، نلقى شيء. بلكت نفتح هاي فارقة ما بيها شي. زين ناشكو، شوف الثانية اكيد بيها شي. هذا المنجر هاي اكو هنا اعتقد مذكرات او شي او صورة. Another day in paradise. Damn, that's pretty good. Another day in paradise. لحظة، هاي اكو شي هنا علامة تطلع لنا. سجل ملاحظات. زين الحصان وصل لهناك، ماكو مشكلة. فنتفقد المكان. شنو موضوع هذا المكان؟ بس ننتبه من الانفكتد. زين شنو هاي؟ جندة اكو. شنو بدي يصير؟ اكو رسالة. جولن اعتقد. Hey, what is it? Says there are supplies at some bank. Might be worth checking out. فنتفقد. هذا الجهاز شنو هو؟ Ugh. Haven't seen one of these in a while. CMPHR. ما ادري شنو. المهم اي زين هالغراض شويه. نحتاج واي امدادات سبلايز. كل اللي نحتاجه اخذناه. ممتاز. تطوير اسلحة، هذا الشيء اللي نحتاجه بالضبط. ايش راح نطور؟ نطور، نشوف شنو عندنا اصلا نقدر نطوره. هنا نقدر نطور شيء، هنا نقدر نطور بس المسدس. الفاير ريد نطور. الفاير ريت سوينا ابجريد للسلاح. طورنا. طورنا الفاير ريت. زين هسه شنو عندنا بعد؟ بعد أغلب خلصنا منه. لا منه ماكو شيء أكيد. لحظة متأكد منه ماكو شيء. خلص هذا. أي زين هذا المكان شنو بالضبط؟ فنشوف. جينا من هنا اتوقع لازم ننزل بعد لين نخلص المكان هذا. بعد ما بيشي كمل. It's nice to have a place we call home, right? زين خلينا نكمل طريقنا ونشوف شنو بعد. When I first got to Jackson, I was so overwhelmed by all the people. I was overwhelmed. كان لا فتنا لا اعتقد.
I remember my first week just gorging myself, stuffing food in all my pockets for later, like it was gonna run out. هاي فترة ما كان رجعنا إلى نفسه. I saw that. You did not. No, no. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing all the jerky? I didn't steal that much jerky. زين مكان لازم نروح له صاير على بعد شوية. I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. قد هذا الشيء. Boy. Come on, that was a good one. نانا يعني؟ شو والله؟ المكان فتنا له؟ لا ما أعتقد. ماكو شيء يعني بعد المفروض. معناتها مو هنا أنا. لحظة اكو شيء من هنا. دقيقة اكو شيء من هنا. ما شيكنا. اي هذا الطريق ما شيكنا. هذا طريق جديد. ماكو شيء اعتقد هنا بعد. لا اكو غراض هناك ايتم. واو. The sick habit. Okay, we only listened to it like 100 times together. I was only listening to it because I thought you were cute. أبغى ينفتح هذا المكان. يلا مشكلة هنا ماكو غراض خلاص. صور غريبة هذا كلوفر. أور أوكي. خلينا نشوف شنو اكو هنا دقيقة قبل لا نطلع. أو شنو هذا؟ بيانو. جيتار. جيتار زين. ما شاء الله لطيفة. نزف الجيتار. سلام. Sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. زين هسه ننزل بعد. Days enough.
You should have kissed me then. I wanted to. Me too. Alright. We should keep moving. سنكمل طريقنا بس كانت حلوة شغلة حلوة صراحة العزف لا أنا ما أكشي بعد خلاص صورة غريبة The Hack Shocker أوكي شوف شنو معكم بعد بالموضوع نزل جوا Fall Season Sale تلقى هذا المكان مكان كله جيتارات كان محل متجر للجيتارات واضح شي أشياء على أي حال نشوف شنو معكم بعد اكو شغلات حلوة باعوا دوروا بالاماكن كل الزين حتى من سرعتكم نقص بالموارد دائما شنو هاي اوكي هذا نحتاجه بالضبط بدوروا بالاماكن الزين دائما يخلون الغراض يعني مكان مال الات موسيقية كلها طبلة وجيتار ومش تفاصيل يعني اوكي حلو درام دجربدينا Check this out. Dina راح تعزف. Okay. Oh, wow. That was an interesting beat. Excuse me. على حال من الباب بس نشوف شنو بعد اكو شي بعد لو لا. I love you. لا خلص. Whatever. We're starting a band. How about you be my groupie? Your what? Well, okay. Bands apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. زين خلينا نشوف شنو نقدر نصنع. نقدر مولوتوف؟ بعد مولوتوف نحتاج بعد شغلة واحدة للمولوتوف حتى نصنعه. ماكو مشكلة. تمام. نفتح الباب هسه. هذا مكان جانبي. مع مكان جديد يعني زين يعني اكو هاي اشياء جانبيه اي في زين ريشن ديسربشن انتر فيدرا لحظه شنو هذا المكان اكو هنا ناس محطوطين مطلوبين العداله وونتد ايما باترسون جيسون باترسون ما شنو الله قصد على عائلة بيترسون كلها مطلوبة وين دي قصده ايه ايه تقريبا هنا قصده بهذا المكان help me out here maybe we can get in that way حصلنا على هنت يقولون من هنا ذاك المكان هذا وين لا هذا يقول فوق يعني لازم نصعد على نقدر من هنا نصعد عادي من هنا صارت مشكلة صارت مشكلة ويا هذول الكائنات أول شي لازم نتخلص من هاي بدون ما حد يحس علينا والله خلينا نشوف شنو الأعداد الموجودة هذول بعد والله ما عندنا مشكلة مشكلتنا احنا بس ويا هاي لازم نتخلص منها بسرعة بس إذا حسيت علينا حصل مشكلة نجهز البندقية على أي حال يعني البندقية منفذنا الوحيد وياها إذا حسيت علينا أعتقد أكو منها بعد وحدة ثانية
ما اعرف هذا الشيء صراحه. خد تجي اول ما تجي هنا راح نقضي عليها. جتي هاي ما تباوع بس سمعها كلش قوي، يعني اذا غلطنا شغله صغيره احنا يعني منتهين نكون وياها. لازم نمشي على كيفنا، اذا نمشي انا على كيفنا بس شوي نسرع. رأساً بس 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 قضينا عليها. اكو بعد واحدة مثلها مو سيب بحرها. حصلنا هذا الشيء نريده. لا بعد المهم قضينا عليها خلصنا. اكو شيء جديد ايتم هناك خلنا ناخذ وقتي. حصلنا مولوتوف، المولوتوف يساعدنا. هاي مو مولوتوف، هاي طلقات مسدس. يلا احنا ما عندنا مشكلة بأي حال. نشوف بس لازم على كيف نمشي حتى نعرف ال من الموجود ومن لا. مشكلة اكو بعد من هاي بعد وحدة، لان كذا كشفنا مشكلة حصل خلصنا. هذيك هي شلون راح شلون راح نقضي عليها؟ لازم نلقى خطة نقضي عليهم. لحظة لحظة مرة ننكشف مرة ننكشف لحظة. نقضي على هذا. اريد نشتت الدنيا نحتاج. اريد بس نقضي على هذا وخلاص. ستيلث لما طول ذيك موجودة يعني موضوع انه صارع وياه حيكون خطر، في خطورة نوعا ما. طول ستيلث احنا بامان. خلاص قضينا عليها. ما اعتقد اضطرنا شيء. اكو اغراض هنا بعد. زين عندنا مشكلة هذا الشخص الشي اللي واقف هنا. نقتل ديته ونخلص منها، لان هذا حسوا انه هوسة ما له داعي. زين نقتلهم بالتسلسل حتى ما يزعجونا. واحد هنا يعني بعد كلهم بدي يسجيها. زين نطب منه ونشوف. اكو واحد هنا، اكو واحد هنا. زين انتبه ثاني. تعال يلا بس بس كافي. هاي قضينا عليه. نلعب ستيلث اتاك. اسلوب الستيلث افضل، وضعنا يكون امن اكثر. بس نقدر نصنع المولوتوف، نقدر نصنع هم هيلث، لان نصنع مولوتوف بعد، بعدين نصنع الهيلث، لان عندنا هيلث احنا واحدة. لا ما يحتاج هسه وقته، بس من نحتاج المولوتوف راح نستخدمه. اذا اضطرينا راح نستخدم المولوتوف. خلينا نشوف وضعيتنا هنا وشنو. وين هو
هاي ام الاصوات. حضر بندقية للاحتياط. مشكلة لازم نطلع صوت. اي صوت نطلعه؟ لا لا اكو واحد هناك. يا المشكلة صح ذاك داير وجهه بس سمعت الوضعية مو امان. نحن نواجه مشكلة نوعا ما. هي نقدر نضربها مرة توف خلصت السالفة. بس يعني اذا قضينا عليه استخدمنا مولوتوف على هاي حرقناها. توقعت ان لازم نخلي المولوتوف احتياط. خلصنا. فتشنا المكان زين احنا. خلص هذا هو. هسه نفتح الباب هذا اروح يودينا. Hey, little help. يودينا الجراج. Ever been to a courthouse before? Nope. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. Never landed in a courthouse. نفتح المجر. ممتاز. بعد ما فيش نقدر نصنعه. نشوف شنو اكو بعد عندنا هنا. شنو الشغلات؟ لا ماكو شيء هنا. هذا المجر. سيطلع فارغ شكله. فارغ لازم يطلع فارغ ما بيها مجال. Settle courthouse building. Directory. That's what the note said. Well, let's get down there. Garage. وين garage المفروض هو office lobby. Okay. Level 3 judge lobby. ما أدري متذكر موضوع الجراج. نصعد منها. هاي ما نحتاجها. اكو شي. اكو هاي جنود هنا ميتين. اكو رسالة هنا أنا. بيني. هاي بعدين نقراها ماكو مشكلة. رسالة. والله صراحة ما اعرف مين الطريق بس يعني قاعد نشوف. هاي نفس الترتيب. بولدينج. هنا ماكو شي. ماكو شي يعني. زين. من قلنا ماكو شي الباب. لا ما يفتح توقعت. يعني اكو جامع المفروض نكسر بيها الجامع. هذا هو. هاي غرفة شنو ما ادري. اكو خزنة. خزنة لازم نعرف الرقم مالتها شنو. خلينا نحاول نشوف اذا اكو فد شي قريب علينا ممكن يعطينا رقم الخزنة. بريب. زين. على اي حال اكو شغلات تطويرية بهاي الجهة الثانية. سبيد نقدر نسويها سبيد اوف يوزنج هيلث كيت. هاي شغلة كلش مهمة صراحة تعطينا افضلية هواية. ممتاز. استخدام الكيت مالتنا مال الهيلث او مال اي شي نستخدمه يكون اسرع. تجهيز. ممتاز. This might come in handy. سيف صراحة شيء ممتاز. لقينا عنده خوش سالفة. والله خلنا نقراها. يجوز لها علاقة.
This guy was a Fedra commander or something. Response agency. They were losing to the WLF and trying to escape. You don't need a lot if you're that vicious. كود از اصدقائي طبعا الكود مال هذيش الخزنه مكتوب على هاي الصبوره هذا شوفوا الكود كود از 860722 860 722 فهذا الكود يعني مو صعب سالفته كل سهله هنا لقينا رساله اول تو دو ليست بعدين نقراها بعدين ماكو مشكلة نقرا لكم الرسائل ونترجمها ونشوف شنو تفاصيلها 860 722 كل السهل 07 لازم تكون او لا بالعكس ماكو مشكلة 07 يعني 7 هي نفسها 7 722 صحيحة كود كل سهل تفاصيله سهلة ايتمات تفاصيل مهمة بعد شغلة تفتحون الخزنة كلش مهمة تلقون بيها وايد تفاصيل حلوة على اي حال شنو عندنا بعد هسه هنا هاي كانت بس مكان مال الخزنة عرفنا رسائل مهمة وتفاصيل مهمة ومثل برجع اقول انه الكود هذا هو تلقون مال الخزنة كود الخزنة هذا 860 722 تمام شوف شكو هنا المكان فتنا منه صحيح يعني ماكو مخرج هاي ما ادري شنو الشهادات سيرتيفيكيت هاي كلها زين بعد ماكو شيء هنا يعني اكو لحظه هذا المجال ما انتبهنا له باو دائما تلقون اشياء مهمه دوروا زين باللعبه على اي حال هنا شنو هاي شغلات مو مهمه ماكو يعني مكان جانبي بس مو اكثر زين شلون راح نوصل للجراج المفروض لازم ندور بس هو يعني سالفة الجراج من 100% من هنا ما بيها مجال لا ما يحتاج هند letters use US mail ما يحتاج هند خاف ننزل من هنا نشلب من هنا اعتقد what now that ننزل من هنا ننزل من هنا بالضبط متوقعات على الحبل ننزل ننزل للجراج ننتبه لأن سهل أن يكون ممكن قد تجي بس دينا سهل يكون نحن افكتد وصلنا الجراج شيت بس خل اكو هواية من هاي الكائنة زين انا عندي شايل هذا السيف قضينا عليهم ها بعد يجون هلا غير السلاح لانه موظف ما عندي بعد قضيت عليها هيد شوت هاي اذا هيد شوت تقضون عليها بسهوله تخلصون منها كان الموضوع مو بالصعوبه الخارقه يعني وصلنا المهم للجراج قضينا عليهم هذا هو بعد كلهم قضينا عليهم كان الموضوع بس ننتبه ركز اذا اكو بلكة اشياء مهمة هنا أنا. قضينا عليهم كلهم نشوف شو نقدر نصنع بالله مولوتوف نحتاجه كلش هيلث
طبعا نقدر نصنع بعد. نحتاج بعد غراض فشوي ندور وننتبه لازم على الغراض لان اها هذا الحكي طلقات بندقية وهذا الشيء المهم صراحة. طلقات البندقية مهمة. وشي بعد غراض هنا أنا؟ لا خلاص ما اظن بعد اكو شيء. لا هذا هو. هسه نروح للمكان الغازولين هذا هو باعه. الخزان. نمليه. And wait. We got gasoline. Our luck's changing. Don't you jinx us. The fuck Vedrigate is calling to us. Now, how do we get out of here? هسه شوف لازم شلون نطلع من هذا المكان. نلقى طريقة نطلع منها. هسه نلقى طريقة لازم. دائما اكو طريقة. وصلنا هنا تمام جيد. اوكي خلنا الغازولين هسه نقدر نروح نشغل المولد. شوف على الخريطة هسه وجهتنا وين نرجع لازم. كل شيء مجهول هنا أنا. زين هسه لازم نشوف وين نوصل. نرجع للجيت مالتنا. How you doing back there? Getting homesick? A little bit. You? Same. Miss having a roof over my head. Courthouse, you know, I've always dreamed of. توقع البوابات كانت من هنا. Just outside of Jackson. من هنا ما أدري من هناك. لا من هنا من هنا. طريق الرجوع من هنا. Sounds lonely. Only if you're doing it alone. Okay. So are we gonna like? أعتقد إحنا عبرنا من هنا. Are you making fun of me? لا لكن ما هننزل من هنا يعني. No, that actually sounds kind of nice. Really? Yeah. Really. هذا مين كانت المكان؟ تقريبا ما قاعد أتذكر. هذا هو جسر منه أكو على أي حال ولا لا؟ ما أدري إذا منه ولا صراحة. اي بس اعتقد منها من هالبوابة. Well, that was an adventure. اي بالضبط صحيح من هنا. Haven't found any of them yet. جبنا الغازولين. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. اوه هذا المكان البوابة. ننزل. خلي الغازولين. جنريتر اعتقد كانت هاي اي بالضبط. خلي الغازولين ونشغل الجنريتر. Here we go. All right. I got it. You put in the code. اوكي شغل هدينا. Hey, these old generators are pretty finicky, so might take you a few tries to. Oh. الكود خلنا نتذكره بس شنو كان الكود؟ وين الكودات لحظة؟ كان بالبداية الكودات. checkpoint gate code. كان مال أتوقع اللي هو هذا 5345. هو S2 يمكن مو 5345. 5345. أوكي. 5 3 أربعة خمسة. أها. تحت البوابة. Well, no welcoming committee. Or they're just waiting for us. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. زين. خلينا نشوف شنو اكو بعد. ك
نكمل طريقنا. Look out. WLF. I get it. Oh yeah. That makes sense. خلينا ننتبه على الطريق شنو اكو عندنا هناك. اتوقع اكو شيء من هناك. اكو بوابة هنا واكو هنا شنو؟ لا ماكو شيء مسدود هالمكان. نكمل طريقنا لقدام بعد. تفقد باقي المكانات. You see that? Infected just hopped that fence. Means we can get in that way. Infected طب هنا شنو الموضوع ما ادري. صاد. I don't know what's going on. Gate S1. زين هاي هم تحتاج جنريتر لا. Not sure. صدق هو عندنا الكود ما موجود لهذا الشيء. سعمون وين الكودات؟ تشيك بوينت. S1 ما موجود الكود. Nope. Flip. No code for this one. Shit. Okay. I need supplies from downtown. شلون راح نعرف الكود؟ الكود ممسوح للـ S1. زين شلون راح نعرف الكود المفروض؟ لازم احنا نلقاه. يا اما اكو موجود برسالة ثانية، يا اما موجود الموضوع يعني اكو مكان هنا له علاقة بالسالفة، يعني هيج شي. امون هاي مشتغلة مو ولا لا؟ اي ما عندنا مشكلة هاي الجنريتر، بس وين الكود المشكلة؟ فاعتقد لازم نفوت منها. او لازم نفوت. اها توقعت. هذا الشيء متوقع وسهل. احنا لازم نفوت منه انا. يا الانفكتد يا حبيبي وكان الموضوع ناقص. يلا على اي حال سهل امشي ماكو هاي الكائنات التصراخ المزعجة. ما حنخاف من شيء، احنا ما عندنا شيء نخاف منه. عندنا سلاح وعندنا تفاصيل كاملة. شو والله لا هذا ما عندنا بيه بس طلبتين ما يفيدنا. خلينا هذا السلاح. هذا السلاح على اي حال اقوى. كم واحد؟ هذا اكو كائنات قاعد تمشي او هنقاتلهم قتال هيك ونخلص افضل. لا 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 تقسمي. أيه. لا لا. عندي هذا السلاح فادني صراحة سكينة كبيرة. قضينا عليهم. Okay. That's that. الهيلث مالتنا يعني جيد يعتبر ما أثرنا على الهيلث مالتنا. قتلناهم بسهولة مشان الموضوع صعب. بس خلنا ننتبه لان ممكن اكو بعد كم واحد وارد يعني. وولف شنو موضوع هذا الوولف ما ندري لحد الان او تشرب ما لنا علاقة بيه. نشوف اذا اكو اشياء. ممتاز. نبحث الموضوع. ممتاز سائل. نفحص شنو عندنا. لا هنا ماكو شي بعد. نتأكد من الغراض لأنها صراحة الغراض مهمة يعني. فوت منها ونشوف شكو. أكيد اكو غراض 100%. توقعت هاي الايتم مال التطوير السلاح. لأن اكو ايتم تطوير السلاح وتطوير قدرات. هاي الكبسولات تطوير القدرات. زين بعد شنو اكو؟ يعني اتوقع خلصنا هنا. نشوف شو نقدر نصنع. والله مولوتوف نحتاجه كل شوية صراحة لأن اكو حالات تحتاج مولوتوف لازم. وراها لازم نصنع هم هيلث هم نحتاج. سلاح جديد أو لا بس طلقات. ماكو سلاح جديد نفس سلاحنا لأنه. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right? If those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected. Then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice.
Might as well grab what we can while we're here. Bam. Zoom. شخص غريب. إنه شاح شائع. بام شنو بام ها. فوت من الباب. أوه شكلها كومبكتد والله. ها اتوقع السكينة هاي راحت منه. لا لا سكينة احسن، سكينة احسن من هذا. سكينة احسن من العودة لان تقدر تقتل تطعن يعني، بس بالهذيك ما نستفاد منها العودة هواية. اكو شخصية هنا ما ادري شنو موضوعها مقتولة. You recognize him? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. اكو شيء غريب يعني بالموضوع، بس خلينا نحذر ندير بالنا لان ما ندري شنو حيطلع لنا صراحة. لين لقينا هاي شغلة ممتاز، حتى نقدر نصنع مولوتوف او هيلث كيت. علي حال ندور ونشوف شنو الموضوع بعد اكوبي. اوكي هاي القنبلة مال المتفجرة. اوكي مواد تطوير اسلحة، طبعا هاي مواد تطوير اسلحة والكبسولات هي كانت مواد تطورون المهارات مالتكم، فيعني اثنين هم مهمات على اي حال. بس خلنا نحذر ندير بالنا ما ندري شو حيصادفنا صراحة. اكو شي هنا؟ لا. ندور شوية بالغراض حتى نلقى هاي شنو هاي. Hey, found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. غاز. زين. هسه نصعد لازم. هسه خلصنا هنا أنا. سلاحنا جاهز. كل شي عندنا ممتاز. زين كان ما معبى المسدس السعب بينا. بس خلينا ندير بالنا ما ندري ايش راح يصير، شو يطلع لنا ما حد يعرف. Recognize this one either. زين. زين نشوف شنو عندنا هسه. هاي الغرفة شكو بيها؟ اصوات شوية نوعا ما مقلقة. مجرات الفارغة ما ادري شنو قصتها ويانا. طبعا باعوا دوروا حتى بالحمامات لان تلقون باعوا هاي الكبسولات مال نطور بيها المهارات مالتنا، فتحصلون قراض يعني. دوروا بالمكان زين. ندور نشوف شكلنا شوي بالمراية. تفاصيل الانعكاسات مال المراية صراحة رهيبة. شوف هذا المجر، حلو موضوع الاستكشاف باللعبة. اكو شي هنا أنا؟ اي اكو. هاي ال trading card اتوقع عليه تروفي او شي. هاي trading card هاي شنو هم؟ اكو رسالة Saturday 29 مارش، نقراها بعدين الرسالة لكم ونترجمها. زين شنو هاي؟ لا ماكو شي هنا. لحظة خلنا نتأكد من كل شيء، تفاصيل كاملة. يجوز كل شيء نلقى هنا أنا. يعني قطعة. زين. اكو باب هنا أنا. واكو ما اعرف شنو اكو الباب. اكو شخص. What the fuck happened here? Tommy did this. This? Tommy? No way. No, it's definitely him. He's one of the ones that killed Joel. Shit. There's another one over here. أو شخصية ثانية هنا مربوطة بالكرسي.
recognize him. He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Come on, we can get out this way. Maybe catch up with Tommy. Yeah. هذاك واضح هنا. تمام أصدقائي، هنا راح نتوقف ونكملكم بالحلقة الجاية. انتظروني بالحلقة الجاية من The Last of Us Part 2.